اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بنرحب بيك في كارديو اليكس 2018. اهلا وسهلا، ممكن حضرتك تعرفنا نفسك؟ دكتور وليد سامي الخولي، اخصائي القلب والاوعيه الدمويه بوزاره الصحه، وزميل موجات صوتيه بمستشفى الحسين الجامعي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ الحقيقه كارديو اليكس من اهم المؤتمرات الطبيه اللي بنعقد، اهم مؤتمرات القلب في مصر، مؤتمر في الماده العلميه دسمه جدا. الأنشطة المتعلقة بالمؤتمر متنوعة في كل التخصصات أو السب سبيشاليتيز بتاعت التخصص الكارديولوجي، وبالتالي هو مفيد لجميع أطباء القلب من الجونيورز للبروفيسورز لكل المراحل، مفيد جدا. المادة العلمية دسمة، انفورماتيف ساينتيفيك بروجرام، فيري ويل اورجانيزد. ان شاء الله يا رب يفضل سنه لسنه، بيفضل ويتطور والاحسن الافضل. انا حضرته من كذا سنه، والسنه دي بحضره. كل سنه المؤتمر بيفرق وبيتوسع اكتر، واتمنى له التوفيق دايما المؤتمر. يا رب ان شاء الله. دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا شويه عن اهم الحاجات اللي حضرتك تحب توعي بيها البيشنت اللي عنده مشاكل في امراض القلب؟ الحقيقه المريض القلب بيبقى دايما عنده مصاحب لمرض القلب امراض اخرى، السكر والضغط، ارتفاع الدهون. فالحقيقة اهم حاجة نقدر نوعي بيها مريض القلب هو العلامات الخطورة اللي هو يقدر يتوجه بيها او يحس ان هو في خطر. الم حاد في صدره مختلف عن ضيق في التنفس، تسارع ضربات القلب، الحاجات دي من عوامل الخطورة اللي لو المريض بدأ يشعر بيها لازم يتوجه لأقرب مستشفى في الطوارئ، عشان دي بتكون بينقذ. كل دقيقة بتفرق، كل دقيقة بتفرق. ممكن يكون الكلام ده جلطة في القلب لا قدر الله تؤدي للوفاة. الدقيقة معناها ان العضلة نقدر نحافظ عليها بدري، كل ما يتأخر الوقت بتبقى المضاعفات اخطر وقد تؤدي للوفاة. فالوقت مهم جدا، وعشان كده لو حس باحد الاعراض اللي انا قلتها لازم يتوجه فورا ويحس بالخطر، وان الموضوع يكون التدخل سريع ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.